المحاضره يعني جميله والشرح كويس جدا، وشايفه ان الدنيا كويسه يعني غير ما كنت بسمع. يعني لاول يوم ان انت جاي بس كده حاسس ان الدنيا هتبقى صعبه ومقفله، بس بصراحه الدكاتره بجد بجد هم اللي مخليني اليوم كويس ومخليني اليوم جميل. بوجه التحيه للدكتور محمد الخش على اهتمامه بالدارسين وخصوصا التعليم المدمج واتاحه فرصه كتاب التفكير النقدي كدراسه جديده للدارسين. اكتر ماده حباها طبعا الماده رهيبه وكانت عايزه ندرسها من بدري قوي، يعني هو بصراحه الكتاب فوق الروعه. بغض النظر ان احنا كمان بنيجي من محافظات مختلفه، بس دي حاجه بسطانا ان احنا في احتكاك وفي تفاعل وفي ان بنفهم اكتر كمان مع المحاضرات والدكاتره. بتمنى حتى كل واحد فقد امل ان هو يكمل تعليمه يجي، التعليم تحفه ولازم يكمله. رئيس الجامعه هو حد انسان جدا ورحوم جدا، ومن الناس يعني اللي ليه مواقف جامده جدا وكويسه، وبيسعي بقدر الامكان اللي هو يحقق لنا حاجه احنا عايزينها وتكون كويسه وتليق بمقام الجامعه.